فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا خرجت المرأة من عدة الوفاة فما حكم صنع الوليمة حينئذ لأجل خروجها؟ إذا كان يعتقد أن هذا أمر لازم وأنه تابع للعدة هذا لا يجوز، أما إن كان من باب إكرام المرأة وإظهار الفرح والسرور بنهاية العدة من غير اعتقاد أن هذا مشروع أو أن هذا مستحب فلا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.